السيدة أم أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ الشيخ؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا بس كنت ليا سؤال واحد بس، أنا ما بصلي وقتي بوقت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس لما باجي أصلي وأنا بصلي بعد ما أقرأ الفاتحة أبقى مشغولة أختار سورة إيه تاني أقرأها بعد الفاتحة. من السور القصيرة يعني بشغل نفسي عشان أنا صليت في الركعة اللي فاتت سورة مثلا قل هو الله أحد. افضل مستنيه افكر اشوف ايه الصوره اللي بعدها. هقول لك حاجه، يعني انت بتبقي محتاره لان انت خايفه تكرري الصوره السابقه وخاصه لو كانت سوره الاخلاص. بالظبط كده. عايزه مثلا في الدور الاربع ركعات اربع صور مختلفه، في السنه اللي قبل الدور اربع ركعات اربع صور مختلفه. ليه اربع صور مختلفه؟ احنا بنقرا بس صورتين مع مع الفتحه في الركعه الاولى والثانيه. انا اقصد يعني انا صليت اول ركعتين بصورتين في السنه، اجي طيب. في الفرض اول ركعتين برضه يبقى صورتين مختلفه. هجاوب حضرتك عشان نخلص من ده، كده ممكن ندخل على دور وسواس واحنا مش حمل كده. طيب ايه اللي حاصل؟ حتى لو صليتي في الركعتين بصوره واحده، يعني صليتي بالركعه الاولى في الظهر والركعه الثانيه في الظهر بقوله هو الله احد، ما عليكيش اسم وابعدي الكلام ده عنك، لان هم الصحابه جابوا احد الصحابه وكان بيصلي بيهم وبيصلي بيهم، مش بيصلي بنفسه بس، بيصلي بيهم. طبعا كل ما الانسان يتسع، انا اقول لك على حلين للحاله اللي انت فيها، لان انت مش عايزه فتوى بس، انت عايزه فتوى وحل. فانت لو صليتي في الركعتين بيقول هو الله احد صلاتك صحيحه وليس فيها شيء. ليه؟ راحوا يشتكوا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي بيصلي بيهم في كل صلاه في كل الركعات في الركعتين اللي هم الجه بيصلي بيهم بايه؟ بيقول هو الله احد. فقال لهم حضره النبي هاتوه، بس حضره النبي ما قال لهمش هاتوه عشان يقول له ان صلاتك باطله، لو انه صلاته باطله كان قال لهم، لكن قال لهم هاتوه، وكأن حضرة النبي عايز يعلمهم السر. فقال له انت بتصلي بدي ليه؟ قال له صفة ربي فأحب أن أصلي بها. فقال أخبروه بأن الله يحبه. إذن ليه؟ قلبه متعلق بسورة الإخلاص فصلى بها في الركعتين فصحت صلاته. نصيحتي لحضرتك بقى إيه؟ إن أنت عشان تخرجي من الأمر ده، لأن الأمر ده أنا عارف بيجينا كتير إن ساعات بيدخل في دور الوسواس، صلي بما تجد فيه قلبك سواء كررتي او ما كررتيش، يعني اللي تجدي فيه قلبك، بس ما تخليش النفس الاماره بالسوء تدخلك من هذا المدخل. لو خلاص انت قلبك متعلق ان انت بتصلي بصوره الاخلاص صلي بصوره الاخلاص. عايزه تنوعي لا باس، وفي حاجه سهله ان انت تفتحي المصحف قدامك على شيء مستند وما تحركوش وتقري من السور اللي قدامك وبس. يبقى المساله كده سهلة ويسيرة، وما تحاوليش تدخلي نفسك في هذه الحيرة ولا تعقدي الأمر بالنسبة لحضرتك. أستاذ أيمن من أسيوط يتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك سؤال بس. اتفضل يا فندم. دلوقتي إخواتي شاركوا بجوازتي من حوالي يمكن 15 سنة أو 10 سنين، شاركوا بجوازتي كلهم. ماشي؟ ماشي. فطبعا في اخ من الاخوات دول بيطالبني دلوقتي بحوالي 5000 دلوقتي، هل ارجعهم له ولا؟ لان هو ما ادانيش المال دواتي انا شخصيا، هو شارك في جوازه، هل ارجعهم له ولا يا مولانا؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو لما اداهم لك قال لك الفلوس ده دين عليك؟ يا مولانا ما اداهمليش انا، اداها كان ابويا في معاش وهو اخواتي، ما اداليش انا يد بيد كده، هو شارك في الجوازه زي اخواتي. يعني هو ادى الفلوس لوالدك، ووالدك هو اللي عمل، هو اللي ادار عمليه تجهيز الشقه بتاعتك. اخواتي جاب الفلوس واداهم لاخواتي واداروا موضوع الفرح بتاعنا في الجواز بتاعنا. كويس. لكن هل ارجع له ال 5000 دول ولا ما يعني؟ اسمعني يا حاج ايمن، هو الكلام ده من ماشي. يبقى اول حاجه هو ما ادالكش الفلوس في ايديك. تمام يا مولانا. تاني حاجه هو ما قالش ان الفلوس دي قرض، صح كده؟ هو جابهم قرض بس ما قاليش، يعني هو جابهم قرض يعني هو جابهم من بنك يعني قرض كده. لا 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 ماليش دعوه، ماليش دعوه هو جابهم منين. لا هو دلوقتي ما ادالكش الفلوس وقال لك ده دين عليك. يا مولانا يبقى هو لا ادالك الفلوس ولا قال لك ان الفلوس دي دين عليك ولا اي حاجه. لا ملوش حق ان هو يطالب، لان الاصل ان اعطاء المال بغير اشتراط الرد الفلوس دي على طول بتبقى هبه. فهو وهب الفلوس ده لوالدك بقى، لوالدتك، لاخواتك، لكن انت مالكش دعوه بالفلوس دي،
وما يبقاش واجب عليك ان انت تردها، الا اذا كان دوت اداها لك وقال اداها لحد وقال له وصلها له وقال له ده دين عليه يرده لي. وحتى ده محتاج ان انت لما تيجي تاخده تقول ان انت مقرر بانه دين. اما وانك ما قررتش فيبقى تصرفه دوت اسمه تبرع. وتبرع يعني ايه؟ يعني هبه. يبقى اذا انت ما عليكش ان انت ترد الفلوس دي وان كان اخوك فعل هذا لمصلحتك. ليس كل واحد بيفعل حاجه لحد لمصلحه حد يجب عليه ان هو يرد له الحاجه دي.